خمس سيارات لن يخذلك محركها في المدى البعيد. المرتبة الخامسة سيارات فورد، وما الغريب فأولى اختراعات مؤسسها هنري فورد كان المحرك. محركها كايوتي V8 سعة 5 لترات وإيكو بوست سداسي الاسطوانات بسعة 3 لترات ونصف، يشقان الطريق في عالم تكنولوجيا المحركات الجديدة لمركبات الاحتراق الداخلي والهجينة والإنتاج الكهربائي. رابعا محركات الالاس من شيفرولي المعروفة بسهولة سيارتها وندرة تعطلها في العقود الثلاثة الأخيرة، إضافة لمحركات V8 والديزل الكلاسيكية، فضلا عن محركات سيارات كورفيت وكامارو وهي LT1 ذات سعة 5 لترات و700 مل. ثالثا لكزس التي تصدرت نتائج دراسة جي دي باور لتحمل المركبات لعام 2023 بالأخص موديل RX، كما أن محركاتها لا تكلف ما يزيد عن $551 للصيانة سنويا حسب ريبير بال. أما المرتبة الثانية فجاءت من نصيب محركات سيارات هوندا التي يتجاوز عمرها الافتراضي 300,000 كيلومتر أيا كان المحرك، سواء كان من سلسلة محركات كي أو الأكورد أو الأوديسي وغيرها. أما الصدارة فكانت من نصيب عملاق عالم المحركات تويوتا، وتحديدا لعائلة محركات يوزي ومحركي 1JZ و2JZ، دون أن ننسى محرك 2GR سداسي الاسطوانات ذات سعة 3 لترات ونصف. فهل أنصف هذا التصنيف المحركات برأيكم؟